المشكلة هي مشكلة عدم إجراء تعداد سكاني لجميع العراق. نعم هناك خلل وهناك تقصير من الحكومة المركزية، هذا أولا. وثانيا أنا بكل صراحة أقول لكم يا حاليا ما أقول بالآلاف بل بالمئات الآلاف وعبرة مليون، هذا أتكلم معكم على أقليم كردستان، يعني مليون مواطن كردي حاليا في الدول الأوروبية والدول الإقليمية، وحتى بعض منهم متجنسين. يعني كيف يعني تحسب يعني هذا الحساب؟ هل عدد سكان العراق 40 أو كما تفضلت جنابك 42 أو 43؟ فهذه صار عائق أمام توزيع الميزانية بشكل عادل بين الجميع. أنا أستغرب، نعم، قبل أسبوع تقرأ العراق 40%، ورا أسبوعين قالوا لنا 42%. أنا ما أعرف هاي القياسات، من يتحمل مسؤولية أرقام بهذا المستوى؟ يعني هذا التضليل للناس، أكو خفايا في الكالوس السياسي، بس إحنا كل شهرين نزداد مليونين، ما مفهومة هاي القضية، على ذمة من هذه الأرقام؟ نعم هذا لصالح الكتل أو صالح المسؤولين المفسدين، يستفادون من هذه الأرقام وهذه البيانات وعدم شفافية والوضوح للشعب العراقي حول عدد سكان العراق. نعم أحد أسباب عدم إجراء تعداد السكاني هي الغاية منها هي السرقة وهدر أموال العام بكل صراحة. وبالنسبة سألتني ما هي موقفنا أمام 12% نعم. أو فاصلة أو 14 أو 17. أي. نعم نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نرى بأنه 12.6 كان أو 7 كان قليل بحق أقليم كردستان، لأن كما أسلفنا يعني كيف يعرفون عدد تعداد سكان أقليم كردستان؟ إذا هم يقولون 6 أنا أقول 9، إذا يقول لي غلط أقول تعال فضل عدهم مثلا. وثانيا لا أقول 17 أو 17.5، لكن أكون هناك غبن بالنسبة لحكومة أقليم كردستان أو للشعب الكردي في أقليم كردستان عامة، لأن هناك بعض أستاذ الدكتور موجود هو يعرف وأدرى مني، أكو بعض مثلا موازنات أو ميزانيات يخصصوها مثلا وزارة الدفاع بعض وزارات أخرى أعتقد يسموها حاكمية، يعني مثلا هذا ما يحسبوها لأقليم كردستان. يعني لدينا أكثر من 150,000 من قوات البيشمركة على أساس وفق الدستور جزء من منظومة الدفاع العراقية، يعني هذا من ضمن هذا الـ 12.6 أو 7%. فلذلك نحن في اتحاد وطني كردستاني نعم نرى بأنه هناك غبن وتقصير بموازنة أقليم كردستان. وللعلمكم دكتور منذ 2013 ولحد هاي اللحظة اللي أنا دا أتكلم معكم لم يتم صرف دينار واحد لأقليم كردستان عدا 200 مليار دينار لمؤظف لمساعدة لرواتب أو مراتب الموظفين كمساعدة، وهذا أصبح تقريبا أستطيع أقول فقط سنتين 200 مليار دينار، اللي منذ 2013 لم يتم صرف دينار واحد.